مساء الخير. ترف، مو على أساس أنك سافرتي؟ أنا ما سافرت، عمري ما راح أقدر أسافر. أنا كذبت عليك لما قلت لك إني قوية، كذبت لما ناظرت بعيون طلال وقلت لأني خلاص نسيته. أنا عمري ما راح أقدر أنساه، عمري ما راح أقدر أعيش من غيره. بعد كل اللي سواه فيك ولا الحين تقولين كذا؟ إيه، أنا أحبه ومستعدة سامحة وانسى كل اللي سواه فيني، بس يرجع لي. بصراحة أنا ما عدت أفهمك، لما جيت البيت كان عندك فرصة قوية إنك ترجعين له، أنت رفضتيها، طب ليش سويتي كذا؟ حتى أنا مفهمة. ذاك اليوم لما دخلت بيتهم تذكرت كيف طلعت منه، تذكرت كل القهر اللي عشته بين جدرانه، عشان كذا أنا قسيت على طلال وغلطت على أمه من غير ما أفكر. ذاك اليوم كان ودي أحرق البيت فيهم، بس أنا الحين ندمانة. ترف، امسحي دموعك، تعرفي إني ما أحب أشوفك كذا. طيب كيف أقدر أساعدك؟ تكفين مشاعر، ساعديني، أنا مالي غيرك، أبي أرجع له بس من غير ذلك.